معلومات مهمة جدا عن غزال الصولة لأول مرة هتعرفها. يلقب غزال الصولة بالحيوان المهذب نظرا لأنه يتحرك بهدوء داخل الغابة، وهو حيوان فريد المظهر ويعد من أندر الثدييات في العالم، ويصل طوله من 59 إلى 77 بوصة، ويبلغ وزنه ما بين 176 ل 220 رطل، وكل من الذكور والإناث يمتلكون نفس القرون الطويلة والتي تصل إلى 20 بوصة. ويعيش غزال الصولة في الغابات الرطبة دائمة الخضرة والتي تقع ما بين الأنهار والوديان، ويتغذى على أوراق الأشجار والشويرات التي تنمو على ضفاف الأنهار، ويأكل أيضا المواد النباتية الأخرى كالبذور والفواكه والتوت. ويعاني غزال الصولة من الصيد المحلي والإتجار غير المشروع، مما يجعله مهددا دائما بالإنقراض، ولم يبقى منه حتى الآن سوى 750 غزال. اشتراك في القناة وإعجاب الفيديو، سيب لنا تعليق ولنا رأيك في الفيديو.